نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. لا فضل لبعضهم على بعض من ناحية الأصل، كلهم بنو آدم، وإنما تفاضلهم بالتقوى، أما من ناحية الأصل كلهم آدميون، عربهم وعجمهم وذكورهم وإناثهم وأحرارهم وعبيدهم كلهم من بني آدم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، شعوب للعجم والقبائل للعرب، لأي شيء؟ للتفاخر؟ لا، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فقط، للتعارف، تعرف أنك من القبيلة الفلانية وأنك من بني فلان، كل واحد يعرف نسبه، هذا لا بأس به، تعلم الأنساب من أجل التعارف والتواصل هذا لا بأس به، بل هو شيء طيب. أما معرفة الأنساب ودراسة الأنساب لأجل التفاخر فهذا لا يجوز، هذا من أمور الجاهلية، لتعارفوا. ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس الفضل في النسب، إنما الفضل في التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، هذا مأخوذ من قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. هذه سورة عظيمة، دستور للمسلمين يمشون عليه فيما بينهم، لو أنهم رجعوا إلى هذه السورة وعملوا بها لزال ما بينهم من الحزازات ومن الاختلافات ومن ولتحققت الأخوة الإيمانية بينهم.